الحقيقة أنه خبر وقف مد حالة الطوارئ في البلاد اللي أعلنه السيد الرئيس الأسبوع الماضي أو نهاية الأسبوع الماضي لا يمكن أن يكون خبر ويمر كده مرور الكرام. إحنا من المعلومات السابقة عشنا عقود من الزمن تحت حالة الطوارئ، عقود من الزمن، عشرات السنين. أنا بتكلم ما بقولكوش على 4 5 سنين أو 10 سنين، بتكلم على عقود من الزمن تحت حالة الطوارئ. حتى أصبحت الطوارئ شيء خلاص معتاد وأصبحت القاعدة مش استثناء، رغم أن الطوارئ هي الاستثناء. وهنا هنفرق في هذه المناقشة ما بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ. ولكن يعني ربما كان في كلمة الرئيس جملة مهمة جدا، إنه المصريون هم من وصلوا لهذه الحالة وهم اللي وقفوا في مع يعني باستخدام معول التنمية عشان نصل لحالة من استتباب الأمن تجعلنا لا نريد أن نطبق حالة الطوارئ. حالة الطوارئ دي مش لازم تفضل عايشة معانا على طول. الرئيس هنا بيقول لنا إنه نحن في دولة مستقرة نستطيع أن نتعامل بالقوانين الطبيعية اللي نواجه بها الإرهاب، اللي نواجه بها الجرائم، اللي نواجه بها أي خروج على القانون باستخدام القانون الطبيعي. مش محتاجة أو مش محتاجة كدولة أستخدم قوانين استثنائية ينظر لها العالم بنظرة مشككة وسيئة ويعني بنظرة غير جيدة. أنا أريد أن أعود مرة أخرى للقانون الطبيعي، للقانون العادي اللي موجود في العالم كله. هذه رسالة مهمة، الرسالة وجدت استجابة كبيرة من كل العالم الحقيقة، إشادات دولية كبيرة من الـNGOs، من الأمم المتحدة، من مجالس حقوق الإنسان في العالم، الحقيقة إشادات كبيرة جدا وإشادة اقتصادية. انت فجأة لقيت البورصة بتقفز بأرقام متميزة تاني يوم ليه؟ وحد يقول لي طب وإيه علاقة البورصة ليه؟ لا، هذه علاقة ثقة، هذه علاقة ثقة في المستقبل، ثقة في أن هذا البلد جاذب للاستثمار وبيقول أنا ما عنديش طوارئ، أنا دولة أعيش بالقانون الوضعي القانون الطبيعي، والقانون الطبيعي ده يمشي على المستثمرين. المستثمر أهم حاجة عنده هيخرج ازاي؟ القانون اللي هيبقى في الخناقه بيني وبينك ازاي؟ استخدام القانون لما يحس انه قانون طبيعي وليس قانون طوارئ، مش فجاه هيلاقي الدنيا اتطربقت فوق دماغه وحد عمل له عمليه تأميم مثلا كما حدث في بعض الاماكن والدول، لا، هو بيقول لك ان انا بستخدم معاك القانون الطبيعي، فهنا تصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار. إزاي هذا القرار سيؤثر علينا كمواطنين، كناس عادية؟ مين اللي هيتقدم لمحكمة؟ طب الناس اللي في محكمة أمن دولة عليا طوارئ دول هيحصل لهم إيه؟ هو ده اللي هترك لي أصدقائنا والسادة ضيوفنا للإجابة عنه. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، الأستاذ عصام شيحة محامي بالنقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيادة العميد خالد عكاشة المدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أنا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنا آسفة، أنا قلت بقى يعني عضو طيب. على ما الرئيس بس يصدق على القرار. على ما الرئيس يصدق على هذا القرار. وحبتدي بيك أستاذ عصام، ما الفرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، وماذا يعني قانونا كده، يعني إيه اللي حصل ده؟ خليني في البداية إن إحنا نتذكر شهداء مصر الأبرار طبعا. لأنه أنا أتصور أن لهم الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الأمور، فكل التقدير لشهداء مصر العظام اللي ادونا فرصة أن تتلغي حالة الطوارئ. عايز أقولك في كل دول العالم في قانون للطوارئ، دساتير مصر المتعاقبة من دستور 23 إلى اليوم فيها نص بيتكلم عن قانون الطوارئ، لكن فرض حالة الطوارئ مرتبطة أنه بشيء طارئ من اسمها، يا إما يكون في حرب، يا إما في وباء، يا إما في فيضان، يا إما في بركان، في حدث كبير بيلزم الدولة أنها تحافظ على مصالح مواطنيها فتفرض حالة الطوارئ. المؤسف في الأمر بأمانة شديدة أن احنا تقريبا بأن 62 سنة حالة الطوارئ تكاد تكون مستمرة، تجديد يعني تلقائي، ما بقاش خبر، وتجديد تلقائي. لكن لأول مرة
انك توقفي حاله الطوارئ في القطر المصري كله. يعني احنا كمان لما كنا بنوقفها كنا بنوقفها فيما عدا المحافظات الحدوديه، يعني مدركين الخطر. الخطر حاله الطوارئ فرضت علينا فرض بسبب الاحداث اللي تمت بعد ثوره 2013. يعني قعدنا ل 2017 نقاوم وبعدين اضطريت اضطرار. يعني بعد 2011 تم رفع حاله الطوارئ وبعدين رجعناها تاني. المجلس العسكري كان لغاها وبعدين رجعت تاني لانك انت اتفرض عليكي واقع مرير من الداخل والخارج. عشان تجابهي هذا الامر كنت مضطره انك تدي سلطات لرئيس الجمهوريه منصوص عليها في الدستور المصري. يعني عايز هنا اقول لك نص الماده نفسه في الدستور، اللي هي الماده 154. يعلن رئيس الجمهوريه بعد اخذ راي مجلس الوزراء حاله الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام السبعه التاليه ليقرر ما يراه بشانه. واذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوه المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الاحوال يجب موافقه اغلبيه عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. أهمية ده إيه؟ إنه احنا بعد ثورتين قدرنا نقول انها 3 شهور وقدرنا نقول انها لا تجدد الا لمده واحده، لكن الواقع بيفرض نفسه. انت فجاه لقيتي عندك عمليات تخريب، في عمليات ارهابيه مستديمه امتدت من سيناء للوادي، فاضطريتي انك انت تقاومي ده. فوجئتي بان الناس بتبني على الاراضي الزراعيه، يعني والناس ضربة بعرض الحائط، فوجئتي بالمباني بتعلى شاهق، فوجئتي بعمليات تخريب، بناس بتلتحق بجيوش أخرى، بناس بتطلع أسرار. كل ده كان بيلزم الدولة إنها تتدخل، أو بيلزم رئيس الجمهورية اللي قسم اليمين إن هو يفرض حالة الطوارئ. إن إحنا نوقف حالة الطوارئ أنا أعتقد إنه قرار حكيم وجريء وقوي. حكيم في التوقيت بتاعه لأنه جاي في ظل مناخ إقليمي صعب جدا. قرار جريء انه رساله في مواجهه الارهاب اللي موجود دوت، يعني انه تصديري قرار بالشكل ده قوي، ده معناها ان الدوله المصريه استقرت وانها قادره بالقانون العادي انها تواجه كل التحديات اللي بتواجهها. سيد العميد عكاشة، استمعت للقرار ازاي؟ هل كان مفاجاه بالنسبه لك التوقيت؟ التوقيت مهم جدا، لكن الحقيقة ما كانش مفاجأة بالنسبة لي. لو نظرنا إلى حزمة الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية واللي كان في القلب منها إلغاء حالة الطوارئ، اللي أنا بشوف إن هي ربما ذروة القرارات الجريئة كما أشار عصام بي من دقايق، تشكيل أولا إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من شهور، وبعدها تشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان التشكيل الجديد، المناخ اللي فيه قدر عالي جدا من الاهتمام بملف حقوق الإنسان وشغل الدولة عليه بأجندتها الوطنية الواضحة وبخطوات، واضح جدا إن الجهة التنفيذية عندها أجندة زمنية وعندها محطات زمنية هي بتشتغل عليها وعارفة هي رايحة فين كويس جدا. هنا في المرحلة ديت يبقى إلغاء حالة الطوارئ جاي في توقيته السليم تماما، أو في سياق هذه الحزمة المتكاملة من إعلاء القيم الحقوقية. تعبير مهم جدا على امتلاك الدولة المصرية للقدرة الشاملة وللقوة الشاملة. لما أنا برفع حالة الطوارئ يبقى أنا دولة واثقة من نفسي، حققت فعلا، بعلن ضمنيا الانتصار على الإرهاب، وبعلم قدرتي على مواجهة أي شكل من أشكال المهددات الخارجية، إن أنا قادر بقوات مسلحة، بأجهزة أمن، بأجهزة استخبارات، بمجلس وزراء، بناس أو كل المؤسسات دي قدمت للقيادة السياسية تقديرات موقف واضحة وصريحة إنه القانون العادي يكفيني، كافي للانطلاق وكافي لممارسة نظام الحكم وأساليب الحكم، وإن هو
الدولة أصبحت في وضع قادر ومستقر وثابت الأقدام كي تمضي قدما بحالتها الطبيعية زي ما حضرتك بدأتي كلامك. طيب هنرجع لفكرة مواجهة الإرهاب لأن دي جزء مهم جدا طبعًا. ولكن المواطن العادي اللي قاعد بيتفرج علينا بقى بيقولك أنا هستفيد إيه؟ يعني أنا ماذا يعني ده بالنسبة لي في القضايا في يعني إيه اللي هيفيد المواطن؟ خليني أقولك الأول إنه القضايا اللي منظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في الوقت الراهن المحاكم هتفصل فيها هتكملها. القضايا اللي أمام النيابة العامة في التحقيقات هتحلها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها. ده معناها إيه؟ معناها إنه مفيش استثناء ومفيش عجلة وفي ضمانات للمحاكمة العادلة وفي ضمانات للمحاكمة العلنية. معناها بالضرورة إنه المواطن زي ما أنت قلتي في المقدمة إذا كنا احنا حريصين على المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني إنه يخاف على فلوسه فعارف عايز يعرف هو هيتعرض لمحاكمة شكلها إيه؟ المواطن كمان عايز يستشعر بالأمان ويبقى عارف إنه مفيش قانون استثنائي، مفيش ظرف استثنائي، مفيش تدخل للشرطة استثنائي، مفيش مدة 7 أيام اللي بتسمح بها قانون الطوارئ، القانون الإجراءات الجنائية بيدي 24 ساعة. القانون 24 ساعة إيه عشان بس 24 ساعة إنه الشرطة تحتجز المواطن لمدة 24 ساعة. الطوارئ بيمدها له قبل الحالة للنيابة. طبعًا بيديله الحق إنه يقعد 7 أيام. ده كله ضمانات 7 أيام ولا شهر؟ 7 أيام. 7 أيام ضمانات. 7 أيام مش قليل. مش قليل طبعا هو محتجز بدون الإحالة للنيابة. طبعا 7 أيام. فدلوقتي نعود للقانون الطبيعي اللي هو 24 ساعة ويختر أهله ويختر المحامي بتاعه. دي ضمانات عايز أقول لك فيها الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول. وركزي على العبارة دي لأن العبارة دي إحنا تقريبا بقالنا سنة بنشتغل على حقوق متتالية. فيقول لك إن الدولة المصرية دي توفرت لديها إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الداخل والخارج. إحنا مش بمعزل. أنا عايز أقول لك بس في الحتة دي حتة مهمة جدا وإحنا بنتكلم بتقولي لي يستفاد منه إيه المواطن. أنا مش هقول لك أنا عم بلساني لكن هقول لك رويتر قالت إيه. رويترز خلي بالك رويتر قالت 10 نقاط. قالت ماذا سيحدث في مصر بعد قرار السيسي؟ 1. إلغاء حالة الطوارئ. 2. إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة. رويترز بتقول كده. أنا هزود لك على ده كمان. إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة. إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. إلغاء نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. عودة المحاكمات إلى طبيعتها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحالي. رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال. رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة. إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها. إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات. إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلام. عارفة ده لما تقول رويترز ده قمة الإنجاز لأنه بيقول للرأي العام العالمي أنك بتغيري، بيقول للرأي العام العالمي انك بتبطلي حاجات انت مش في حاجة اليه. هو ده الانجاز اللي يحسب للدولة المصرية. هرجع لتفاصيل ده لان ده تفاصيل مهمة. لكن سيادة العميد عكاشة انا اول ما سمعت الخبر قلت طب في القطر كله اكيد في سيناء لأ لانه انت عندك المعركة هناك والمعركة مستمرة. صحيح في تحسن كبير، صحيح في تطور كبير، لكن في النهاية دايما عندك القلق من العناصر الإرهابية وإلخ. هل احنا مش محتاجينه في سيناء؟ هل ده قرار الرئيس بيقول ان احنا مش محتاجينه في سيناء؟ أول كلمة لفتت انتباهي في بيان السيد الرئيس هي في عموم البلاد. عن حق البلاد. في عموم البلاد دي الحقيقة أسلجت صدري بقوة. وهي تعكس يعني ما قلقتكش؟ لا ما قلقتنيش طبعا لأنها زي ما قلنا ان القرار طالع بيعلن فعلا وده حقيقة احنا شايفينها. احنا مع حضرتك من 2013 بنعلق على العمليات وبنرصد وبنشوف المؤشرات وبنشوف المهددات وبنحلل حجم التهديد اللي موجود. اما نعلن النهاردة في اكتوبر 21 ان احنا انتصرنا حقيقة في الحرب على الارهاب ده اعلان مستحق وإعلان في وقته وإعلان جدي وموضوعي بالمناسبة وإعلان لم تتعجل فيه الدولة المصرية. لأن إحنا الحقيقة بقى
من أول يناير 2020 وصولا لأكتوبر 21 تم اختبار حالة السيطرة والقدرة الأمنية. يعني أنت كمان بتدي لنفسك فترة اختبار لحالة الاستقرار ولحالة الانتصار قبل الخروج والتعجل بإصدارها. أنا عايز أفهم الحتة دي، يعني إيه من 2020 من يناير 2020 لحد دلوقتي جرى اختبار القدرة؟ انت بتعملي تقديرات موقف، اجهزه الامنيه المصريه واجهزه الاستخبارات المصريه تعمل تقديرات موقف، تحط قصاد القياده السياسيه الحاله الامنيه وحاله المعادله الامنيه في البلاد. الحاله الامنيه تاخد فيها عدد العمليات، عدد العمليات اللي نجحت، المحاولات، حجم التهديد اللي بيتسلل فيه العناصر من الخارج، تسليحهم، تحركاتهم، مناطق جغرافيه مهدده، كل هذه الامور توضع أمام القيادة السياسية بتقدير موقف محكم وتفصيلي وبشفافية كاملة على أعلى درجة من الكفاءة ومن المراجعة لتقرير من هذا النوع. بتعملي هذه العملية تقريبا كل 6 شهور، نص أول من عام 2020 المؤشرات بتاعتي جيدة جدا ومتميزة وهيلة. ما بتتعجليش وبتقولي إن الحرب انتهت لأن أنت قدام ظاهرة معقدة وظاهرة قادرة على إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى. بتدي لنفسك كمان 6 شهور أخرى للاستقرار، بتخشي على عام آخر جديد، بتوزني مع هذه التقديرات الأمنية تقدير اقتصادي، تقدير وضع سياسي، تقدير للإقليم من حولنا، رغم أن فعلا الإقليم مش في أفضل أحواله، لكن أنت قادرة تعملي شراكات كدولة مصرية، شراكات وتحركات سياسية تحجمي أي شكل من أشكال التهديد. كل ده بيصب في المعادلة الأمنية، وكل ده بيصب في القدرة الشاملة للدولة المصرية. فنقدر نقول قولا واحدا بهذا القرار هناك شعور بالثقة انه العمليات الامنيه او الوضع الامني في سيناء افضل كثيرا، استطيع ان اتعامل معه بقواتي المسلحه وبالشرطه باستخدام القانون الطبيعي. بالظبط كده. وليا ملحوظه صغيره في الاخر، وايضا الدوله تستهدف في سيناء على وجه التحديد، وده شايفينه في الاجراءات من خلال الشهور الماضيه، الدوله تستهدف اعاده الحياة الطبيعية إلى سيناء بشكل إيجابي، مزيد من التنمية، بتحطها في خطة الدولة الشاملة، بتنفق، بتدخلها في موازنة الدولة، بتخصص لها. فسيناء ما بقتش مرادف للخطر، سيناء بقت مرادف للتنمية، وإحنا ده بنشوفه كتير في كثير من آخرها كان محطة التحلية والمياه، وإن أنت بتدفعي المستثمرين النهاردة وتديها ميزات إيجابية أو تمييز إيجابي كما يقال، تعوضيها عن السنوات اللي كانت فعلا منطقه خطر. طب معلش اسمح لي، ده لا يمنع انه الاجهزه الامنيه يقظه جدا طبعاً ومدركه للتحديات. بالعكس ده اكتر بعد هي هتبقى عايز اقول لك، مش معناها ان احنا يعني توقفت حاله الطوارئ، ده بيلقي اعباء ثقيله على الاجهزه الامنيه، وانا مدرك وكل ثقه انها مدركه حجم التحديات وحجم المخاطر اللي بتتعرض لها الدوله المصريه، وان عليهم مسؤوليات اكبر في الوقت طبعا. خلينا نسمع الجزء الاقتصادي، ماذا يعني ذلك بالنسبه للاقتصاد؟ معنا على الهاتف دكتور عمرو حسنين، رئيس شركه مارس للتصنيف الائتماني. دكتور عمرو، يعني عندما استمعت لي هذا الخبر وانت مطلع على كل مؤسسات التصنيف الائتماني، كيف كان رد الفعل من الناس اللي كلمتك، وكيف ترى أهمية هذا القرار على الجذب الاستثمار بالذات الخارجي؟ أهلا بك يا أستاذة لنيس وبضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا الخبر ده كان خبر وقعه جيد جدا، بيعبر عن في كذا رسالة بنرسلها كدولة للداخل وللخارج في نفس الوقت. أولا أنه عندنا استقرار سياسي. 2، دولة واثقة من استقرارها وواثقة من نفسها وليست بحاجة إلى إجراءات استثنائية أو قوانين طوارئ. أهم حاجة منظومة العدالة قادرة، رسالة أنه منظومة العدالة قادرة على التعامل مع كافة الظروف بالوضع الحالي بتاعها، وليست بحاجة إلى قوانين استثنائية أو حالات طوارئ للتعامل مع أي مشكلة بتطرأ. وده بيهم المستثمر جدا، المستثمر عايز يطمئن لأن منظومة العدالة واضحة وشفافة وقادرة على التعامل
بدون اللجوء الى اي ظروف استثنائيه او قوانين طوارئ. ده مهم جدا للمستثمر. وانا عارفه انك دارس للقانون هنا. المستثمر يعني هل كان واحد من قلق يعني من قلق المستثمرين وهو جاي مصر يا ترى انا هيتطبق عليا ايه؟ لانه زي ما بنقول خروج المستثمر اهم من دخوله، يعني بمعنى ان هو بيدخل بيفكر طب انا لو حصلت لي مشكله هخرج ازاي. هنا مع الغاء حاله الطوارئ بيفكر ان هو الان القانون العادي سيطبق عليا، هل ده بيدينه مزيد من الطمانينه؟ طبعا مما لا شك فيه انه بيديله مزيد من الطمانينه، لانه حضرتك خدي بالك في أثناء الحياة اليومية وفي غمار العراق اليومي وارد أنه أي حد يحصل له أي مشكلة. المستثمر عايز يطمئن على مصيره، عايز يطمئن أن مرفق العدالة هيلحقه، ومرفق العدالة هيتعامل معاه كأنه مواطن عادي زي أي مواطن آخر، مش هيحصل له مشاكل استثنائية، لن يتعرض ليه ظروف استثنائية أو لقوانين طوارئ. منظومة العدالة بالنسبة للمستثمر من أهم الحاجات اللي بيبص عليها المستثمر وهو جاي يستثمر في الدولة. لو منظومة العدالة مش ملائمة له، لا ده نسبة المخاطر بالنسبة له بتبقى عالية جدا، وقد يكون هذا هو الحائل بين مجيه للدولة في المقام الأول. التصنيف الائتماني بيدرس حاجات كتيرة جدا منها جزء سياسي غير الأجزاء الاقتصادية، هل ممكن هذا القرار يكون في عند مراجعة التصنيفات الائتمانية في الفترة القادمة يكون مؤثر تأثير إيجابي على تحسين التصنيف الائتماني لمصر؟ مما لا شك فيه أنه قرار زي ده بيعكس مجموعة عوامل بتؤثر بطريقه ايجابيه على التصنيف الائتماني. زي ما حضرتك عارفه التصنيف الائتماني بيخش فيه عوامل كتيره قوي، مش 10 ولا 20 ولا 100، اكتر من كده بكتير، لكن اكيد عمليه الاستقرار السياسي دي بتبقى من العوامل المهمه واللي بتلقي بظلال ايجابيه على التصنيف الائتماني مما لا شك فيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسنين رئيس شركة مارس للتصنيف الائتماني. الاقتصاد جزء مهم جدا من السياسة والاقتصاد متداخلين، مفيش حاجة بتفصل عن التانية. اسمحونا نخرج فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل نتكلم بقى بالتفصيل ايه المحاكم اللي هتتلغي. طب هي محاكم أمن الدولة طوارئ دي كان ايه الجزء الاستثنائي بتاعها؟ طيب القضايا الحالية واضح انها هتكمل في محاكم الدولة أمن الدولة اللي بتنظرها المحاكم اللي بتنظرها الحاكم هتستمر، لكن اللي بتتحقق فيها النيابة حل النيابة العامة وتروح لمحكمة الجنايات عادي خالص. طب هنفهمه بعد الفاصل، فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد. اذا ماذا يعني الغاء حالة الطوارئ؟ وهو الحقيقة قرار جريء جدا. كنا بنتناقش في الفاصل سيادة العميد عكاشة كان قال ان هو كان يعني ما كانتش مفاجأة، انا واستاذ عصام قلنا لا بالنسبة لنا كانت مفاجأة، ويا ريت تكرر اللي انت قلته. خلينا اقول لك انا شخصيا كانت مفاجأة بالنسبة لي لاسباب متعددة. اول هذه الاسباب ان دي المرة الاولى في تاريخ مصر انه يبادر رئيس السلطة التنفيذية، يبادر رئيس الدولة نفسه باتخاذ مثل هذا القرار. المدهش بقى يا لميس انه عندنا في مصر 52 ألف جمعية أهلية لم تطالب جمعية واحدة بوقف حالة الطوارئ. عندنا أكتر من 100 حزب سياسي منافسين يعني ما علينا يعني لم يطالب حزب واحد بإلغاء حالة الطوارئ. عندنا برلمان بغرفتين لم يطالب. منظماتنا احنا شخصيا يعني المنظمات حقوق الانسان اللي هي مهمتها الرئيسيه انها تطالب بوقف حاله الطوارئ. الكل كان مدرك ان في ظرف استثنائي بتمر به الدوله المصريه، لكن ان يبادر رئيس الدوله من تلقاء نفسه ويوقف حاله الطوارئ انا كانت بالنسبه لي يعني مفاجاه، لكن هي مفاجاه سعيده طيبه. بس انا مفاجأة أذكر طيبة مثلا في الوفد يعني لما كنت حضرتك في الوقت من 81 وانتوا واتسجنتوا كنا بنطالبها، لان احنا كل مؤتمراتنا كانت بتتلغي بسبب حاله الطوارئ، كنا بنضرب بسبب بسبب الطوارئ. انا متصور ان ده توجه دوله في الوقت الراهن من 2018 ست العميد، من اول ما اتشكلت اللجنه العليا للدائمة لحقوق الإنسان. أنت كل يوم بتحسن من حالة حقوق الإنسان. بالظبط. أنا هرجع للجزء اللي حضرتك بعد إذن حضرتك يا أستاذة لميس، للجزء اللي حضرتك ذكرته في المداخلة السابقة، وهو أن الجمهورية الجديدة هناك إرادة كاملة
لأن تكون الجمهورية الجديدة هي جمهورية حقوقية من الطراز الأول، جمهورية حقوق، جمهورية حريات، جمهورية مستقرة، جمهورية دور إقليمي. مش هتقدري تلعبي الدور الإقليمي اللي باصص عليك الإقليم والعالم فيه وبيدي لك مهام كبيرة واستثنائية إلا وانت في الداخل حاسس بالظبط كده. الناس بقى اللي بتفرج علينا بيقول لك نرجع تاني المواطن. يعني أنا لما مواطن يتقبض عليه في أي تهمة هنا إيه وضعه؟ هل محاكم أمن الدولة العليا دي كانت مختلفة بقرارات استثنائية عن المحاكم؟ طبعا هنسيب الجزء القانوني للأستاذ عصام، بس أنا ليا تعليق اقتصادي قصير جدا اتصالا بالخبير الاقتصادي دكتور عمرو. هو بيقول علشان لم تذكر الجزء اللي هو يعني إن التصنيف الائتماني لمصر يتحسن، ده يعود للمواطن المصري مباشرة يستفيد منه طبعاً. على طول جزء الاستثمار، وحضرتك بتتحدثي عن الخلافات المستثمرين وانه يبقى ضامن انه يبقى امام المحاكم الطبيعية، ده امر يفيد المواطن، ده صحيح. لكن النقطة اللي لم نذكرها ان مناخ العودة للحياة الطبيعية يسمح للمستثمر المصري والاجنبي كلاهما ان يضع خطط استثمار طويلة المدى طبعاً. متوسطة وطويلة المدى. يعني انت كده بتفتحي له ان هو دوت الوضع ما يبقاش جاي على وضع استثنائي متخوف ان من الممكن تحصل اي اجراءات في اي لحظة ما، لان البلد بتعيش وضع فمسألة الاستثمار طويل المدى دي مهمة جدا وتخش على مصلحة المواطن مباشرة. ما فيش شك في ده. هل كده احنا يعني ارجع تاني المواطن لانه هو بيقول لي انا في ناس كتير عادية تقول لك مش حاسين قوي بالطوارئ. لا خليني يعني اقول لك ببساطة شديدة جدا، احكام محاكم امن الدولة العليا احكام نهائية غير قابلة للطعن عليها، واجبة النفاذ. فاول معناها ده ايه؟ انه ما فيش فرصة تانية للمتهم انه يتظلم من الحكم اللي وقع فيه، بعكس لما يروح محكمة الجنايات هيبقى عنده فرصة ان يطعن عليه امام محكمة النقض، ولو راح محكمة الجنح هيبقى عنده الاستئناف وبعدين عنده النقض. فانت بتديله درجات تقاضي تمكنه من ابداء دفاعه، وتمكنه بدل ما يتعرض اول مرة على قاضي بيتعرض تاني مرة على ثلاث قضاة، بيتعرض ثلاث مرة على خمس، فبتبقى عنده فرصة انه يشعر بالامان ويترافع في القضية، بعكس امن الدولة بيخش يصدر الحكم يصدى عليه اتنفذ الحكم مباشرة. احنا املنا في حاجتين معه، اولا لانه احكام امن الدولة نهائية وبتة، ده معناها بالضرورة واتلغى خلاص ان الحاكم العسكري صدى عليها، فالذي يملك الغاء هذه الاحكام او تقليل هذه الاحكام او اعادة هذه الاحكام السيد رئيس الجمهورية. الامال معقودة على انه احنا بنعمل مصالحة مع اولادنا، مع الجيل الجديد، مع الشباب. انا عايز اقول لك يا ميس، انا بيجي لنا شكاوي كتيرة من الشباب الصغير اللي دخلوا السجون في الحبس الاحتياطي. وانا عايز اقول لك في الاستراتيجية، انا مش بجيب حاجة من عنديات، الاستراتيجية بتسعى الى الحد من العقوبات السالبه للحريه الى صالح الغرامه او الخدمه العامه، وتندهش لما تعرفي ان احنا مش الدوله الوحيده اللي في العالم، ده اغلب الدول العربيه، عندنا 10 دول عربيه بيطبقوا دلوقتي في الحبس الاحتياطي عقوبات بديله. ايه اللي يمنع؟ يقول له نظف الشارع اللي انت فيه، عندنا مشاكل في دار المسنين يقول له انت هتخدم في دار المسنين، عندنا دار الايتام اللي بيتعرضوا لانتهاكات وبيتعرضوا لمشاكل، يبقى عندنا ناس تخش وتخدم الناس دي، انه يزرعوا الطرق، انه لو هو خطر تركب له اسوره وتمنعه من الانتقال من مكان. لكن فكره انه يبقى عندنا بعض الجرائم اللي بيعاقب عليها اولادنا، زي الولاد حصل انفراد في السنوات الاخيره، التظاهر وغيره، البعض بيمارس النقد بالسب والقصف. احنا الدستور بيقول 3 جرائم فقط هم اللي يعاقب عليهم بالحبس: الخوض في الاعراض، الحد على الكراهيه، الحد على العنف والتمييز. فيما عدا ذلك نقدر نستوعب ولادنا وما نتركهمش فريسه للجماعات الارهابيه والتكفيريه اللي داخل السجون، مش كده وبس، ونحتويهم لما يخرجوا. يعني مهمتنا كمجتمع مدني ودوله ان احنا نحتوي هؤلاء
الاولاد لم يخرجوا. هنا تتوقع ان ربما تكون مرحله قادمه. انا شفت احنا شفنا افراجات كثيره في الافراجات بالمناسبه مستمر. الافراجات مستمره انه من تم الحكم عليه طبقا لقوانين او قانون الطوارئ محكمه عليا طوارئ بالذات من الشباب وبالذات من يعني هنا ما بتكلمش على العمليات الارهابيه ولا قضيه لها علاقه ولا احنا بنتكلم ولا الجماعه الارهابيه لا خالص على طبعا انا بتكلم هنا على الشباب والتظاهر كل من على لم يتوارى اللي حصل قانون التظاهر اللي اساء استخدام وسائل التواصل في انه هو بينطق ده ممكن نشوف افراجات في هذا الامر وده هنا بتحتاج عفو رئاسي صح طبعا بتحتاج ايه ده شوفي لا الاول اللي هم في اطار الحبس الاحتياطي السيد المستشار النائب العام يعني يستطيع ان هو يعني في اطار المؤمل بيشوفوا حجم القضايا اذا كان يكفي المده خلاص يفرج عنها اللي تم الحكم عليهم ده اللي بيبقى قرار من السيد وانا اتمنى ان انتوا في المجلس حتى تشتغلوا على قصه تقييد الحبس الاحتياطي دي جزء مهم جدا شوفي تقييد مده الحبس الاحتياطي في مشروعات أساسي. قوانين جاهزه تدخل البرلمان ان لم يكن انه في اللجنه التشريعيه لدور الانعقاد السابق عنده مشروع قانون اللي يقدم بدائل للحبس الاحتياطي وانا اتصور في اطار الدوله ان احنا الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي كلنا بنشهدها انت حضرتك لسه زي التقرير بتاع المؤسسه التاهيل والاصلاح ان تبقى مصر هي دي فلسفه ممارسه ادائها مع اللي بيقضوا عقوبات سالبه للحريه يبقى ده يصب في ذات الاطار اللي بنتحدث عنه هقول لك على مخاوف لا علاقه بتقييد الطوارئ او وقف الطوارئ انه طب ماذا عن لو حصل حاجة ماذا عن حماية المنشآت ماذا عن في حاجات يعني هل هذا يغل يد الدولة أو يد المؤسسات زي القوات المسلحة أو زي الشرطة إنها تقوم بحمايتي كمواطن أو بحماية الدولة أو حماية مؤسساتها هنا هكرر نفس الكلمة اللي قالها عصام بيه من دقايق بل بالعكس بتكون درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية والاستعداد من مؤسسات الدولة المختلفة على أعلى درجة من الجاهزية ومن اليقظة ألا تخدش هذه الخطوة الإيجابية ألا تخدش في أي شكل من أشكال المهددات طبعا حضرتك فاكر إن كان في أيام وقتها الناس كلها كانت تقول لك طبق الطوارئ لأن كان في بقى انفلات أمني وكان في العملات والتدمير والكراهية لو كنت مشيت بالقانون الطبيعي ولا كنت هتعرف تقبض على حد أنا مش مع الطوارئ ولكن بشرح وضعي فهنا المهم ألا يغل يد الدولة في مواجهة الإرهاب أو في مواجهة ما أنت لغتيها من 2012 ل 2017 لما حصل الاعتداء على الكنائس وتولعت الكنائس أنت اضطريت اضطرار ما أنت منوط بالدولة هي حماية مواطنيها كمان يعني يحصل اعتداء على الكنائس وتتولع الكنائس والدولة هتقف عاجزة يعني تهديد نسيج يعني اجتماعي ودور عبادة وتدميرها وشهداء داخل دور العبادة والدولة ده من الأدوار اللي بتلزم رئيس الجمهورية أنه يتدخل للحفاظ عليها إذن يعني كلمات أخيرة حول هذا الموضوع خاصة أنتوا بتكلموا الخارج كثيرا يعني سواء سيادة العميد عكاشة أو أستاذ عصام شيحة أنتوا تتحدثون مع الخارج كثيرا مع الـNGOs مع المراكز الدراسات في الخارج يعني قرار هايل قرار ممتاز الانطباع الخارجي والدولي عنه شديد الإيجابية واعد جدا جدا المجتمع الدولي شايف مصر فعلا بتخطو خطوات ثابتة في مجال تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة هي رقم مهم في الإقليم من الواجب إنها تبقى الفلسفة الحقوقية الحديثة إنها تبقى ركن ركين من أركان هذه الجمهورية مصر كانت في وضع استثنائي انتصرت على كل المهددات ديت بقدرتها بأبنائها ولذلك أشير في بيان السيد الرئيس على عنصرين والاثنين من أهم ما يكون شهداء مصر اللي دفعوا دمهم علشان نقعد هنا ونتحدث هذا الحديث وأيضا أبناء الشعب المصري اللي بنوا لأن هذا الأمر هو أيضا عملية بناء نجاح عملية البناء الشامل اللي الدولة بتقوم بيها هي دي اللي تطلعك من الحالة الاستثنائية وتدخلك لحالة استقرار احنا محتاجين نتخلص من الحساسية المفرطة من ان العالم بيراقب العالم كله بيراقب بعضه وكله بيتدخل في الشؤون الداخلية فيما يخص عمومية وعالمية حقوق الإنسان فاحنا يعني احنا مش على رأسنا بطحة احنا بنحسن بصفه مستمره فعلينا ان احنا نتعامل مع المنظومه الدوليه لحقوق الانسان ونتذكر ان هم دلوقتي بيمدحوا بشكل كبير في اللي احنا بنعمله فنتفهم كمان بعض الانتقادات لما يحصل
طبعًا. انه لما يبقى عندنا بعض الانتهاكات. لكن خلينا اقول لك في الخلاصه، هو اجراء طيب يحسب للدوله المصريه، وده بيأكد على توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية على أن تحسين حالة حقوق الإنسان دائمة ومستمرة وسوف تظل. مفيش، ما وصلناش لحد الكمال، ولم تصل دولة في العالم إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن يكفي أن احنا لدينا رغبة يوما تلما الآخر أن احنا بنحسن، وانت شايفة مراحل واحدة تلو الأخرى. وانا بشكركم شكرا جزيلا استاذ اسامه شيحه، سياده العميد خالد عكاشه، والحقيقه الشكر موصول للرئيس، لانه فعلا هذا قرار مهم، قرار جريء، قرار حكيم. انا بالنسبه لي كان قرار غير متوقع، لكن الحقيقه كان سعيد، يعني كانت لحظة سعادة بالنسبة لي جدا كمواطن مصري وكصحفية عاشت تحت الطوارئ سنوات عمرها كله. يعني أنا لا أذكر في عمري أي سنة، كان يمكن سنتين ثلاثة بعد ثورة 11، لكن غير كده أنا كان عمري كله تحت الطوارئ. أتمنى جيل جديد يعيش بدون طوارئ، نقدر إن إحنا نطبق القانون العادي الطبيعي، وفي نفس الوقت نحمي هذا البلد. بشكركم أعزائي المشاهدين، يوم الاثنين هكون معاكم من جلاسجو، وبالتالي بكرة معلش حلقة معادة، ان انا هكون في طيارات بقى راكبة الناقة، يعني عدد من السفريات، لكن ان شاء الله نكون معاكم في تغطية اتمنى انها تكون يعني جيدة من مؤتمر المناخ في جلاسجو اسكتلندا. اشكركم، وهذه لميس الحديد، تحييكم، اسبوع على خير.